السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي الكرام متتبعين وزوار قناة تعلم الكهرباء من الصفر. في حلقتنا اليوم إن شاء الله سوف نقدم لكم درس أو شرح كيفية تركيب لوحة الإلكترونية لغسالة كوندور. قبل البدء تلقيت بعض التعليقات في الحلقة الماضية. واحد قال لي كي درت هذا الكود باسكو درت برك لي فيريفيكاسيون ستادير واش تفيريفي في هذا الكود كي شرحت في الحلقه لو بي او تاع لا ماشين. نقول هذا المتابع ستادير كي نشرح نقول واش تفيريفي كي تفيريفي لو بي او باغ اكزومبل نفيريفي لي فيش تلقى هذاك لا فيش بالك من حياه خير من رفد لا ماشين لا في تاعي للريباراتور بالك كومبيان دو كيلومتر وتكري طوموبيل وتكري كلش باش ترفد لا ماشين تاعك انت تلقى بالك لا فيش برك لي من حياه انت ترد هاد الاخر ترد برك هاد لا فيش ولا عندك المشكل في الموتور تنحي برك الموتور تديها خير ما ترفد لا ماشين كومبلي ولا اذا عندك بار اكزومبل ديتيكتيت بار اكزومبل البروبليم في لابلاك الكترونيك دي برك لابلاك الكترونيك خير ما تدي كاع لا ماشين. في هاد الحاله بار اكزومبل هذه لا ماشين تاع خويا لقينا استدير كي درنا لي تيست كامل لقينا عنده المشكل في لابلاك الكترونيك كي نحينا لابلاك حصناها لقينا ان كومبوزون فاسد دروك نشوفوها دينا لابلاك الكترونيك للريباراتور عاودنا هاد الكومبوزو واللي فيش واحد اخرين في هاد لابلاك رجعنا لابلاك دروك نشوفو ان شاء الله كيفاش نركبوها هاد لابلاك. دونك هذه هي لابلاك كما راكم تشوفوا كما راه واضح في هذه الصوره. هذه هي لابلاك الكترونيك تاع كوندور 9 كيلو. كما قلت لكم قبيله لقينا مشكل المره الاولى كانت لا ماشين ما تشعلش ودرتنا الكود البي او استدير لقينا هاد لافيش البيضاء كما راكم تشوفوا في هذه الصوره وين ماركي رقم 2 ديكولات شويه وعندنا كومبوزو واحد اخر دروك نشوفوه نلقاوها باللون الاسود على ما اظن سيتان ترياك ولا ترانزستور كما راكم تشوفوا هذا هو هكذا باش تشوفوا مليح هذا هو الكومبوزو اللي راه فاسد باسكو يضرب في الطومبور تاع لا ماشين وعندنا هاد لافيش البيضاء كما قلت لكم قبيله. دونك ديناها للريباراتور عاود سدنا هاد الكومبوزو عاودنا هاد الكومبوزو نوار وهاد لافيش بلونش ثاني عاود سدنا للداريير. دونك نبداو دروك نركبو هاد لافيش كيما راكم تشوفو ما نقدروش كاع نغلطو. دونك عندنا هاد لافيش البيضاء عندو لو ريبير تاعو ما نقدروش نغلطو لافيش البيضاء نديروها مع البيضاء لافيش الحمراء نديروها مع لافيش الحمراء كما راكم تشوفو عندنا ثاني هاد لافيش لافيش الحمراء كما راكم تشوفو عندو توجور لي ريبير لازم تبداو لازم تشوفو السونس كيفاش داير باش تبداو تركبو هاد لافيش بهذه الطريقة كما راكم تشوفو مثلا هاد لافيش كانت مدورة ومن بعد عاود استدير حوست على السونس تاعو ركبناها فوالا كما راكم تشوفو نركبوها بهذه الطريقة نركبوهم عفوا بهذه الطريقة. نذكركم ستين ماشين كوندور 9 كيلو دونك كانت هاد لابلاك فسدت وعاودنا كما قلت لكم لقينا دو كومبوزون والفيشة البيضاء عندها لا رولاسيون مع المحرك تاع الغسالة وعندنا هاد الكومبوزون نوار كما قلت لكم فاسد ثاني عاودنا هاد الكومبوزون هاد السبة تاعو كان الطومبور تاع لا ماشين يضرب هاد لابلاك الكترونيك باسكو لاشات بلاصتها يضربها ومن بعد فسدو هاد لي كومبوزون كما راكم تشوفو رانا ركبنا برسك كامل لي فيش دروك نرجعها
في بلاصتها. دونك بقاو تنا وقيله دو فيش هادو كما راكم تشوفوا، نرجعهم في بلاصتهم. استدير ماشي حاجه كبيره، استدير نحيو خير لي فيش، نديو لابلاك الكترونيك خير ما نديو كامل لا ماشين. لابلاك الكترونيك استدير سهله باش تديها للريباراتور يشوفها سك مليحه ولا ماشي مليحه. استدير اذا عندك مشكل في لابلاك الكترونيك كما قلت لكم في الحلقه الماضيه، استدير والموتور درت لكم الحلقه كيفاش تفحصوا الموتور كما قلت لكم في البروبليم تاع لو بي او في الكود تاع لو بي او، استدير الموتور تاعكم ما يمشيش. دونك درنا فحصنا الموتور لقينا ماشي الموتور، فحصنا لي فيش ماشي لي فيش، دروك فحصنا دونك البروبليم راه في لابلاك الكترونيك، استدير كي نحينا لابلاك الكترونيك لقينا هذا المشكل. نذكر فقط المشاهدين الكرام كما راكم هاد لي فيش كانت كما ركبناهم المره الاولى، من بعد موديفينا لي فيش هادو باسكو كسرت كي ضرب الطنبور في هاد لابلاك الكترونيك كسرت هاد لافيش. دونك سي بور سا عودنا هاد لي فيش ديريكتوم، ما لقيناش لافيش دوريجين تاعها. دونك دبرنا برك هاد لي كوس ركبناهم في هاد البلاصه بهذه الطريقه. دونك ربيرينا برك الخيوط كل واحد في بلاصتو كي استدير شفنا كل الخيط في بلاصتو. دونك ركورديناهم درناهم في بلاصتهم. فوالا كما راكم تشوفوا دروك نرجعوا لابلاك الكترونيك في بلاصتها كما راكم تشوفوا. هذاك باللون الابيض سي الطومبور تاع لا ماشين لي ضرب في هاد لابلاك، فسد السيبور تاعو. نورمالمون نحيو كامل السيبور مع لابلاك الكترونيك، بصح عندنا المشكل. فوالا قبل استدير من تروحو لازم تفيريفيو كامل لاليمونطاسيون اسكو توصل ولا متمشي ولا ما توصلش. كما راكم تشوفوا في هذه الصوره هذه هي لا ماشين تاعنا، سي تي ماشين كوندور 9 كيلو. فوالا هذه البطو تاعو استدير نشعلو فيه كما راكم تشوفوا. هذا نشوازيو برك الاخر كانت فيها استدير المره الاولى كانت راحت كامل لاليمونطاسيون، ردينا لاليمونطاسيون جبنا لابلاك الكترونيك ريباريناها كما راكم تشوفوا ورجعناها لبلاصتها. فوالا الى هذا لقد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، اتمنى انني وفقت في الشرح. الى الحلقه القادمه ان شاء الله، اذا لديكم اي سؤال خليه يكتبونا في تعليق ولا كتبونا في لاباج الفيسبوك تاعنا. فوالا صح فطوركم صح رمضانكم. الى الحلقه القادمه ان شاء الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.